ينفع يا كابتن؟ ما تعتقش تاني هو محمد اشكرك. هو ينفع لجنه حكام من غير رئيس؟ تقدر تقول لحضرتك الحكام بياخدوا تعليمات من مين؟ ما انت الكلام ده انا قلت له الاول تحسين، انا قلت لك في الاول محمد فاروق راح للاستاذ جمال قال له ايه؟ قال له حط لي تشكيل لجنه الحكام والاعضاء معايا. ما قدمش سالته ليه يا كابتن نصر؟ قال له انا طلبك مرفوض. طلبك طلبي مرفوض، قدم سالته وامشي. نعم لو انت طلبي مرفوض. يعني انت عاوز محمد فاروق يقدم سالته وامشي؟ امال يعمل ايه؟ طيب يعني يعني حضرتك دلوقتي انا قدمت طلبات اهي وما اتحققتش الطلبات دي على الترابيزه، هشتغل؟ قبلت اشتغل؟ اتحمل النتيجه. النتيجه اللي احنا وصلنا لها دلوقتي. تقدر تقول لحضرتك دلوقتي الحكام بتاخد تعليماتها من مين؟ حكامنا تقدر دلوقتي. تقول لي الحكام طلعت في الاعلام ازاي؟ تقدر تقول لي الحكام طلعت في الاعلام ازاي وعندهم بطوله مجمعه؟ تقدر تقول لي اعضاء اللجنه بيطلعوا كل غلط. يوم هنا وهنا ليه؟ غلط. فين اتحاد الكوره يا كابتن؟ مفيش بطوله رحناها، مفيش بطوله رحناها. وتقدر تنزل صوره ليك على الفيسبوك. بالموضوع اللي رحناه الاسبوع اللي فات فعلا، صوره ممنوع ليك انت صورة. لا في اختبار ولا في اتوبيس ولا في غرفه ولا في اي مكان، ولا في ملعب ولا في اي مكان، ده طلب ما تنزلهاش. ممنوع ممنوع تنزل صورتك وانت في البطوله. انت حضرت بطولات كتيره تحسين؟ ايوه طبعا حضرت مع الكاف وحضرت مع الاتحاد الدولي. كان ايه اللي بيحصل في ما فيش، كله قافل على نفسه ومركز في البطوله وفقط. بالظبط ممنوع لا تصريح ولا بقول لك صوره. مش تطلع تتكلم في تلفزيون. طب لو حصل انك انت طلعت صوره ايه اللي يحصل؟ تتوقف تمشي من البطوله، تمشي من البطوله وتروح. الف سلام شكرا. بالظبط انت الراجل مش مركز معانا، انت مركز في حاجه ثانيه مش مركز في البطوله. طيب عندك فكره مين اللي بيعمل تعيينات الدوري دلوقتي؟ محدش يعرف. محدش يعرف. محدش يعرف. مين رئيس اللجنه؟ حضرتك تقدر تقول لي مين رئيس اللجنه؟ انا شايف الثلاثه بيديروا لجنه. كابتن ما هو دي مشكله. ما هو لما راح قال لهم ايه؟ لو اختلفنا محمد بيقول له طيب حطني انا كمسؤول بحيث ان انا اشتغل. قالوا لا انتوا الثلاثه ديروا. طيب ديروا ازاي؟ لجنه حكام مصر الثلاثه بيديروها عشان وقتنا بيخلص. كلمه سريعه. كلمة سريعة زي ما قال تحسين، أنا من وجهة نظري يا كابتن النهارده عندنا أزمة كبيرة جدا جدا. أولا ثقة الحكام مفقودة نتيجة اللي حصل. تمام. وهنا لابد أن يكون في قناعات للحكام، تشكيل لجنة حكام جديدة تماما 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 مع احترامي كل اللي موجود، وفيها عندنا ناس كتيرة تقدر تمشي الفترة دي لحين التعاقد مع خبير أجنبي على مستوى عالي شخصيا وفنيا ومعاه فريق عمل يشتغل. ده مهم جدا في الفتره. شكرا كابتن نصر. كابتن تحسين سريعا بس كلام، لازم لجنه حكام تتعين دلوقتي حالا ولائحيا. ما فيش حد يقول لائحيا ممنوع، بدليل ان انت جبت مديرين فنيين للمنتخب صح، وتعاقدت على مدد اطول من مده مجلس الاداره بعد ما خدت الموافقات عليها. فمن دلوقتي حالا لازم عشان تنقذ الدوري الممتاز لازم تتعين لجنه حكام.